اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا لنا منك إلا إليك. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم تحب الكرم فأكرمنا. اللهم إنك جواد تحب الجود فجد علينا. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومعصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهنا 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 وسيدنا ومولانا، من نقصد وأنت المقصود، وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت رب المعبود، يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في اليمن، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا، ندعوك يا الله يا الله، يا من لا يرد من دعاه يا الله. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأرحامنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى.